فالشيء اللي انا ما احبه حق نفسي ما اسويه حق غيري. انا اذكر لما شفت جمانه في لوكيشن فنان كبير حياتي فهد ذكرى عواطف. ايوه كان عواطف شفت. ايوه صح يعني كان شفت شيطانه. اي أيه. شفت شيطانه تلاقينها داشه طالعه داشه طالعه تسمع تصوخ تقلد ايش تسوي وما تخاف من الغريب يعني عكس جنان. جنان كذي تختلف.